مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. نحن اليوم بتاريخ 9/9 من سنة 2019، يعني عيد ميلاد سيدرا بيوتي، وبهالمناسبة حابين نتمنى لها عيد ميلاد سعيد عقبال 100 سنة إن شاء الله. فنارين نشرت هالفيديو اللي يجمعها مع شيرين وسيدرا وكتبت: بالرغم أني ما بستمتع أشارك أغراضي معك، إلا أني بستمتع بكل لحظة قضيناها سوا. كل عام وأنت بخير وبحبك كتير. أما شيرين فنشرت هاي الصورة وكتبت: كل عام وأنت بألف خير لأحلى بنت وأخت بالعالم، بحبك أنا كتير يا روحي. أما أمها لسيدرا فنشرت هاي الصورة وكتبت: كل عام وأنت بألف خير حبيبتي سدورة، ربي يحفظك ويحميكي. أما رنا الدلاتي فعلقت على صورة نارين بيوتي وكتبت: كل عام وأنت بخير سيدرا. وأحمد النشيط كتب: هابي بيرثداي سيدرا. أما موفلوك فنشر هاي الصورة على الإنستغرام اللي تجمعه مع سيدرا بيوتي وكتب: كل عام وأنت بخير يا أميرتي سيدرا. نزلت حلقة جديدة من برنامج نارين بيوتي مع ميبيلين نيويورك مكياج وبنات وناسة مع نارين، حيث استضافت نارين شخص كتير مقرب لإلها صديقها موفلوكس، حيث شفنا بالحلقة ضحك وحماس وكمان مقالب. فكالعادة حققت الحلقة نجاح كتير كبير من حيث التفاعل، وصعدت بالترند السادس بعمان والثاني بلبنان والحادي عشر بالجزائر. مبارحة كان آخر يوم لدايلر بمصر، حيث آخر شي عمله هناك كان تصوير فيديو كليب أغنية رسالة. حيث كتب رسالة حب للمصريين ونشرها على ستوري انستغرام: شعب لا يقدر بثمن، كمية حبي له مو طبيعية، كل مرة أقول بروح أربع أيام أقعد شهر، الله يسعدكم. بلشت رحلة صفا سرور مع ميبيلين نيويورك ونمشي بأسبوع الموضة، حيث بلشت تصوير الفيديوهات والمفاجآت اللي راح تنزل بكرة العاشر من شهر 9 من سنة 2019، حيث من بين المشاهير اللي قابلتهم صفا ببداية الرحلة كانت أدريانا ليما وجيجي حديد. بعد تساؤلات واختلافات الناس اللي كانت بخصوص زواج نور ستارز، نزلت نور بوست على الانستغرام وخيرت متابعينها بين ثلاث احتمالات عن الزواج. فالاول كان: انا تزوجت لحتى انتقم من حبيبي السابق، فهذا الاحتمال اكيد غلط لانه نور ما حكت ولا مرة عن حبيب او قصه مثل هيك. اما الاحتمال الثاني فكان: انا تزوجت لاني التقيت الشخص الصح، فهذا كمان احتمال غلط لأن نور صرحت مؤخرا أنها ما عم بتفكر بهالشي أبدا وما أنها مستعدة وما رح تخبي هالشي على متابعينها أبدا. مخطوبة، كتير عالم عم بيقولوا هالإشاعة هالفترة هاي أنه أنا مخطوبة، يمكن لأنه بلشت ألبس هدول الخواتم، أحيانا بحط هذا الخاتم يعني بهذا الأصبع، فبيقولوا لي متزوجة مخطوبة. حب لكم أن أنا لا مخطوبة ولا متزوجة. وكمان هون في عالم كاتبين أنه أنا متزوجة بالسر أو أنه مخبية زواجي أو مخبية خطوبتي. ما بحس شخصيتي ممكن تكون عم توحي لكم أن أنا حدا بيخبي، بحس حقلكم أن أنا مرتبطة بس يمكن ما قلكم مين إذا بدي خبي يعني. أما الاحتمال الأخير فكان: أنا تزوجت كتجربة اجتماعية وللسوشيال ميديا وبس، فهذا ممكن جدا يكون صح لأن نور وسلمان العتيبي بلشوا بهالمغامرة وهالشي شفناه في سلسلة حياة نور ستارز الجزء الثاني. الو شوي اول اي اكيد، بس اشرح لي اكثر. اوكي، انا عندي نظريه ان في ناس بالسوشيال ميديا تسوي علاقات مزيفة، سواء كانت علاقة حب أو علاقة زواج تكون مزيفة، ويسوون عرس مزيف، بس هالعرس
تشوفين اعلانات رهيبه بالعرس ووقت العرس وقبل العرس وش اسمه عقليا ماكو احد يسوي عرس مره ثانيه وثالثه ورابعه الا في شيء الناس تشوف تقول اوه هذول بيبينون ان يحبون بعض هم ما قاعد يحبون بعض هم كذابين يكرهون بعض بس الناس ما تدري ان هذول بالاساس قاعد يسوون عرس ثاني وثالث عشان اعلانات المشاهدات تزيد بهالايام حتى شهرتهم تزيد يوم السادس 9 من سنة 2019 كان يوم كتير مميز بالنسبة لعمرو مسكون حيث كان يوم عرضه الكوميدي بعمان الأول بالعالم حيث عاش أجواء كتير حلوة مع جمهوره اللي حضر العرض وبلش العرض بمقلب بسيط ما بعرف إذا رح يلغي الشو أو لا بستنى بس إشارة إنه هلأ طلع من الطوارئ من هون فبس بتأكد شو انتهى العدد وما انتهى العدد؟ وبما انه عمره كتير شاطر بالتقليد فقلد الفنانة اصالة ونجوى كرم واحلى اصالة تعمل المنسف؟ مساء الخير وحياة بابا وحياة صوتي وحياة وغلاوة شامي لودي عندي من المنسف طبيعة المنسف أما نجوى كرم المنسف تبعه رح تعمله عالتبر لدو لتتر اللي كتر تتر تتر لدو لتستكت وتستكت كتر حدا منكم بيقدر يعيد هاي الجولة منسف تبع أخرين أحلام ملك أحلام وما أدراكم سف الملكة أحلام بده قرض من المصرف الفدرالي أي واحد أشبه أنواع الرز من حديقة الأرز في الصين آخر سور الصين العظيم على يدكم اليمين السمنة المستخدمة من بقرات المدللين في مزرعتي بهولندا أخذهم الاسبا والبيسين وكمان يروحوا على الجيم يتنعنشون قبل ما ناخذ السمنة بالنسبة للتقديم نستخدم صدورة دجاج مطلية بذهب بعيار مليون وأكيد ما يحلى العرض إلا بحضور أم سوزان بس حجابي لأنه في رجال عم طلع عليه تفوني ما طلوني عم يصحى لأنه نسيان الكمر بالبيت هلا طبعا ما في داعي تصفولي بس إنه قال منا أم سوزان شخصيا بجمالها وأناقتها وقدرها وقيمتها طالعة طلغولة ممتاز وخبرتها ودلع وغدجة ودلالة جاي تعملكن حلو تاكلوا أصابيع إيديكن وكل شي وراء وبالأخير وجه رسالة للشعب الأردني بهالستوري وحابب بس اعتذر اذا ما قدرت انزل سلم على الكل على المسرح اللي اجوا وتشكركم فردا فردا هيك وحطكم على راسي من فوق بس كانت طيارتي 5 ساعات بعد العرض فرجعت على الفندق اخذت كل شيء على طول على المطار وانا هلا لسه مو نايم وهي كانت شوي من اللحظات مبارح وطبعا ما عدا القصص اللي وراء الكواليس اللي صارت بعد العرض وشغلات كتيرة بفضل انه ما شارك لانه قصص هيك حكينا بين انا والعالم اللي اجت كانت لحظات مليانة 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 مشاعر الكل بكي ورا بس الحمد لله كتير كتير مبسوط بالشي اللي صار كتير مبسوط بالشي اللي انعمل الحمد لله العالم كان طول الوقت عم تضحك وهذا اللي ما عم أقدر لأنه أنسى كل لحظة على المسرح كل لحظة بعد المسرح كل لحظة حسيت فيها وحسستوني فيها فشكرا من كل قلبي وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر